كيف تقوم بتغيير الخط على الفيسبوك بواسطة هذه الطريقة كما قلت، أو تقوم بكتابة بشكل جميل جدا وغليظ، كتابة بخط كما قلت كبير جدا كما تلاحظون، وبخط رائع جدا كما تلاحظون. هناك فرق كبير بين هذا الخط وهذا الخط، كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه في هذه الحلقة إخواني الكرام. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخواني الكرام في حلقة جديدة، ودائما على قناتكم شروحات للمعلومات. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة كيف تقومون بكتابة بشكل أنيق وجميل جدا، وبخط واضح وغليظ وجميل جدا. إن كنت تريد أن تقوم بكتابة مثلا كما تلاحظون، فهذا الخط بشكل جميل جدا ورائع كما تلاحظون معي. يمكنك أن تقوم بكتابة فقرات، وكذلك أن تقوم بتغيير الخط من خط غليظ وكبير الحجم إلى خط صغير الحجم كما تلاحظون. الطريقة سهلة جدا. للتوضيح فقط إخواني الكرام، هذه الطريقة تشتغل فقط على كما قلت المجموعات على حساب الفيسبوك، لا تشتغل على الصفحات وكذلك على البروفايل الرسمي. جيد، كيف سوف نقوم بالأمر؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالدخول إلى أحد المجموعات الخاصة بك، وبعد ذلك تقوم بكتابة أي شيء. هنا على سبيل المثال سوف أقوم بكتابة السلام عليكم على هذا الشكل. جيد، تقوم بعملية التعليم على هذا الأخير، تقوم بعمل سيلكسيوني لي، أو تقوم بالتعليم على الاسم الذي قمت بكتابته، أو أي شيء تريد أن تقوم بكتابته هنا على إرسال منشور أو نشر منشور على هذا الشكل. بعد ذلك سوف تظهر لك هنا أيقونة كما تلاحظون، الخط العريض كما تلاحظون والمائل كما تلاحظون معي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، قم بكتابة السلام عليكم على هذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بالتعليم عليه. تختار هذه الخيار. هنا لديك مجموعة من الاختيارات، سوف نختار هذا الخيار الذي هو الاش واحد. هنا يمكنك تغيير الخط، يمكنك أن تقوم بتركه على هذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بكتابة السلام عليكم مرة أخرى. نقوم بنفس الأمر، نختار هنا، اختار الاش 2 على هذا الشكل، سوف يبدو كما قلت غير واضح. جيدا، نقوم بكتابة السلام على هذا النحو، ثم بعد ذلك نقوم على هذه الأيقونة، نختار هذا الخيار. هنا إذا كنت تريد أن تقوم بكتابة فقرات مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال هنا نفس الأمر، يمكنك أن تقوم بالتعليم عليه على هذا الشكل، ثم تقوم بتغيير الحجم الخط على سبيل المثال على هذا النحو. يمكنك أن تختار مائل على هذه الشكلة. بعد ذلك هنا سوف تقوم بالنقر على هذا الأيقونة، تختار هنا الأعداد إذا كنت تريد على سبيل المثال هذا الشكل. بعد ذلك يمكنك هنا أن تقوم بعملية تغيير الخط على سبيل المثال كما تلاحظون، العملية بسيطة جدا. هنا تختار أيضا هذه الأيقونة الخاصة بفقرات معينة إذا كنت تريد أن تقوم بوضع كما قلت فقرة كبيرة أو شيء من هذا القبيل، يمكنك أن تقوم بفصلها بهذه العلامة أو شيء من هذا القبيل. هنا يختار الخط كيف تريد أن يبدو هذا الخط كما تلاحظون، طريقة رائعة جدا. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بإضافة صورة معينة من خلال اختيار الصور على سبيل المثال، سوف نختار صورة، فأنت لديك الحرية في الاختيار. فكما قلت، أنت تريد أن تقوم بكتابة فقرة معينة، يمكنك أن تقوم باتباع هذه الخطوات، وسوف تقوم بنشر منشور جيد جدا، تقوم بعملية النشر، ثم سوف نشاهد كيف سوف يبدو لنا هذا الوصف الذي قمنا بكتابته. سلاحظوا معي إخواني الكرام، وصف رائع جدا. السلام عليكم، السلام عليكم كما تلاحظون هنا، هنا الخط
خط كما قلت مائل، هنا خط عادي وبشكل عريض كذلك. هنا كما تلاحظون رائع رائع جدا كما تلاحظون هنا إخواني الكرام. العملية بسيطة جدا، وهنا الخط العادي وهنا الخط العريض كما تلاحظون كيف يبدو هذا. كما قلت لكم العملية بسيطة جدا ورائعة. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا لا خاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بأن نقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.